شهر رمضان هو شهر خاص ومخصوص في السنة للعباد. حبينا معكم السادة المشاهدين الأفاضل نستعرض يوميات أو رمضانيات سيدنا الشيخ محمد المداني رحمه الله. وقت اللي يثبت شهر رمضان معظم ما يصليش تراويح ليلة رمضان، يصلي تراويح يوم رمضان في الليل. عبدكم الضعيف صليت التراويح ايضا، اللي يحب يصلي وراه الفخر ما شاء الله، اللي يجيب يصلي يصلي وراه. صلوا على من يقول لا اله الا الله، وصلوا وراء من يقول لا اله الا الله. سيدنا الشيخ محمد المداني يقوم في الصباح رمضان ياخذ القفه ما ياخذش القفه، يقضي ما يقضيش، بعيد على الناس قريب من الناس، كيفاش كان يوم؟ بيخليش فراغ باش يقعدوا يتحدثوا حديث فارغ وعنده شمال. لا، والعبد الضعيف اللي امامكم وصلتك السنه هذيك ما بطلتهاش وما نبطلهاش بحول الله الى ان نلقى الله.